امبارح أذان المجلس القومي للطفولة والأمومة وقعت طفلة في الغربية، وقع في الحقيقة غريبة شوية. وقعت طفلة في الغربية عمرها 15 سنة توفت على يد زوجها بعد مشاجرة بينهم في حادثة مؤسفة راح ضحيتها هذه الطفلة وساهم في وقوع الجريمة عدد كبير من الأطراف. طبعا هي جريمة مؤسفة وفيها عدد من الجرائم كمان، السن المتزوجة فيه وإزاي تزوجت في هذا السن، العنف الأسري وكيفية التعامل مع العنف الأسري والعقاب للجاني في مثل هذه الحالات. صحيح. خلينا نتكلم بشكل أكثر عمق مع الأستاذ صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ مصطفى، صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين جميعا. اهلا وسهلا. ايه اللي حصل وازاي الحادثه دي وقعت؟ طيب الحقيقه انه شيء مؤسف وتكرار لمثل هذه الجرائم زواج الاطفال اللي طالما حذرنا منها وقلنا ان الطفله في هذه السن لم تتح لها الفرصه الكافيه لتنضج ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها، ما عندهاش قدره على تحمل المسؤوليه فتكون هذه النتيجه. المجلس ادان اكثر من مره وقع زواج الاطفال واحبطنا اكثر من وقع واشرنا للمواطنين ولكل الاسر عن اضرار زواج الاطفال. اللي حصل وقعت الطفله فاتن اول امبارح وقعت طفل الزيات الغربيه، ده دليل على اللي احنا قلناه، الطفله ما هياش مهيئه لتحمل اي اعباء. الزوج هو كمان طفل وقت الزواج. هو الزوج كان كام سنه يا استاذ؟ حتى هذه اللحظه انه لم يبلغ السن القانوني وايضا لم يتعدى 18 سنه. والطفله 15 وتزوجت منذ قرابه عامين، يعني كان عندها 13 سنه. وبغض النظر عن الاسباب اللي دفعت للزواج او وافقت الاسره على الزواج، الا انه النتيجه اللي احنا وصلنا لها الطفله مش مدركه. دي اول جريمه يدان فيها الاب. دي في حال وجوده طبعا او المسؤولين عنها عموما. حتى هذه اللحظه هي دي اول حاجه. ايوه. طب البلاغ اللي جالكم كان عامل ازاي؟ البلاغ الحقيقه كان رد، احنا للاسف ما وصلناش للواقع او ما علمناش بيها الا بعد وفاه الطفله، وهي دي الحقيقه في اغلب الجرائم زواج الاطفال، انك ما بتقدرش توصل للوقعة الزواج او ما تعرفش الا لما يحصل امر مشابه للجلل. كان الوقائع السابقه كان بيجي لنا وقائع زواج الاطفال في شكل انه البنت انجبت مش عارفه تسجل الولد او اتجوزت والزوج اختفى، المحامي او المأذون اللي معاه الورق قطعه ومش عاوز يديه للاسره، فالاسره بتلجا لينا تقول البنت متزوجه عرفي والولد مش معترف بالزواج، الاهليه طردوها من بيت الزوجيه فساعدونا نجيب حقوقها الشرعيه. لكن الحقيقه دي اول بلاغ يجي لنا في مثل هذه للاسف الحاله البشعه، انه الطفله يغدر بها وتقتل بهذا الشكل. وحتى المعلومات الاوليه انه المتهم مش لوحده، قد يكون شاركه اي من افراد الاسره. التحقيقاتنا بالعامه هي اللي تثبت لنا الواقع، وما اذا كان المتهم كان نبيت النيه لقتلها ام انه ضرب افضى الى موت ام ضرب يعني واقع قتل خطا، تحقيقاتها تثبت اللي هيتم. لكن احنا في النهايه قدام واقع زواج اطفال حذرنا منها مرارا وتكرارا، النتائج بتاعتها بتبقى وقيمه واضحه جدا. كنا بنتكلم في واقع ان ما فيش اثبات زواج، انه ما بنقدرش نثبت المواليد، النهارده وصلنا لجريمه قتل. ازاي بتتعاملوا مع البلاغات اللي بتجيلكوا سواء فيما يخص الزواج غير القانوني لدون السن، وكمان الجزء الثاني في العنف اللي بيستخدم العنف الاسري ضد المراه او ضد الاطفال عموما؟ تمام، احنا على المستوى الوقائي قبل ما المشكله ننتظر للاسف هذه الجرائم تحصل سواء زواج اطفال او عنف داخل الاسره، فالشق الاول بيبدا بتوعيه. احنا بنشتغل دايما على طرق التوعيه، التربية الإيجابية الصحيحة، إزاي نوجه الأسر، إزاي تتعامل مع أطفالها معاملة إيجابية، التربية تبقى إزاي، المخاطر اللي بنحميهم منها. الجزء الأول ده جزء توعوي، وده إحنا بنبقى محتاجين في الإعلام يساعدنا يوعي بقضايا العنف، بقضايا القائمة على النوع الاجتماعي زي زواج الأطفال وختان الجنس. شك ما مسألة العنف الأسري نفس الوقائع، إحنا بنحارب أو نواجه قضايا العنف ضد المرأة خاصة النساء والفتيات، النساء والفتيات طبعا، انه بالتوعية ايضا لو وقعت الجريمة بنبلغ النيابة العامة لاعمال شؤون وفقا لاحكام قانون العقوبة المصري. للاسف احنا بيواجهنا في زواج الاطفال ما عندناش قانون في مصر يجري زواج الاطفال، ولدينا مشروع قانون مقدم من الحكومة وعدة مشاريع اخرى مقدمة من بعض السادة الافاضل النواب. ما فيش قانون يجرم زواج الاطفال؟
ما عندناش قانون للاسف. طب والطفل هو الطفل بيقدم ايه اثبات قانوني للمأذون علشان يتزوج؟ طيب احنا في عمليات تسنين صح؟ تمام يا فندم. احنا طالبنا اكثر من مره بتجريم زوج الاطفال للمخاطر اللي بتنتج للطفله، الاثار لهذا الزواج فيما بعد، والسيد رئيس الجمهوريه كان وجه بالفعل باصدار قانون مستقل ومنفصل لزواج الاطفال، والمشروع مقدم امام مجلس النواب منذ يونيو 2020. الوضع الحالي بيكون ايه؟ انه المأذون او احنا الماده 31 مقرر من قانون الاحوال المدنيه المضافه بقانون تعديلات قانون الطفل 26/2008 منعت توثيق الزواج لكنها لم تمنع الزواج، وبالتالي ما برضاش اوثق الزواج في وثيقه الزواج رسميه عندي مأذون، فابناء بيلجأوا للاسف الاسر زواج عرفي ثم يتم توثيقه بزواج ثم يتم او في الغالب ما بيتمش. يا مصطفى ده اللي انا قلت من شويه انه الولد بيتنقل للزواج يتزوج بقى ومش تحمل مسؤوليه فيسيبها ويمشي، فيبقى يقع على البنت الصغيره اللي اصبحت زوجه وقد تكون ام بعض الاحيان هي واهليتها ازاي تثبت. حضرتك لا تتخيل. وفي جيل ممكن يطلع في مشاكل اكبر كمان، يعني بالزبط. المولود ده هيعيش ازاي؟ ما فيش حقوق ليه ولا لوالدته اصلا. احنا لا تتخيلي حضرتك او تتوقعي كم القضايا، الاف القضايا. وانا بقول لحضرتك كلمه واعنيها، الاف القضايا. احنا اخر بيان كان لينا من وزاره العدل 2016 كان بيتكلم على حوالي 16,000 قضيه اثبات نسب قدام المحكمه، ويمثلها عدد مماثل قضايا اثبات زواج 16,000 قضيه اثبات. 16 الكلام ده 2016، ودول اللي هي يأست او ساعدها حد او معاه مقدره انها تروح لمحامي ترفع قضيه، ما بالك بلم مش قادر، اللي مش عارفه، اللي في الكره والنجوع مش عارفه. طب انتوا بتخشوا ازاي؟ هل خط نجدة الطفل عنده مثلا الحق الضبطيه القضائيه؟ انتوا صلاحياتكم ايه؟ وحضرتك قول لنا الرقم كمان، مهم قوي الرقم. تعملوا ايه يعني في حاجه زي نذكر بيه؟ طيب اولا احنا خط نجدة 16,000 واحد 6,000 اصفار متاح 24 ساعة على مدار اليوم بما في ذلك الايام الاجازات والعطلات. حضرتك النهارده السبت اجازة في الدولة واحنا شغالين وموجودين، ايام العطلات والاجازات شغالين. البلاغات في منتهى السرية، اغلب بلاغات لزواج الاطفال بيطلبوا سرية البيانات واحنا بنحافظ عليها. احنا بالفعل معانا ضبطية قضائية صدر من معالي المستشار وزير العدل، لكن ما عندكش صلاحية انك توقف الزواج، بس يعني الصلاحية المتاحة لينا ان انا بعطل الزواج بوقفه وباخد اقرارات على الاسر بعدم اتمام الزواج كبلوغ السن. امال الضبطيه القضائيه بتبقى في حالات ايه مثلا؟ الضبطيه القضائيه بتساعدني ان انا اعطل، وبالتالي بلجا للنيابه واحرر محضر واخد اقرارات. وده للاسف بستند لماده وحيده في قانون الطفل، هي الماده 96 من قانون الطفل، حالات تعريض الطفل للخطر، ان هذه الحاله حاله تعريض الطفل للخطر. انا الضبطيه القضائيه بتساعدني اكتر في الجرائم المتعلقه بالطفل، اذا كان في عمليه اطفال، اذا كان في وقائع ضرب، وقائع تاذيب، وقائع اعتداءات سواء جسديه او جنسيه على الاطفال، بقدر اوقفها واحرر محضر بالحاله في ساعتها في وقتها واقدمه للشرطه ويعرض على النيابه واتخذ الاجراءات القانونيه ضد الجاني او ضد المعتدي على الطفل في وقعه تشكل جريمه سواء اللي كان وفقا لاحكام قانون ده سواء للطفل أو أو, او او للسيده البالغه يعني الزوجه كمان حتى لو في سن عدى سن الطفوله. المجلس بيقدم ده؟ احنا مجلس قومي للطفوله والامومه، وبالتالي لو لدينا ام وده حصل معانا كتير تعرضت للعنف هي واولادها، او العنف هيسبب اذى نفسي او ضرر لاولادها، بنتدخل وبالتالي كافه فقاع العنف ضد الفتيات والنساء احنا معنيين بيها فيما يتعلق بمجال او في مجال حقوق المراه والام اللي هي الام للطفل. طب وقعت الطفله اللي بنتكلم عنها 15 سنة توفت على يد زوجها بعد مشاجرة والحادثة راح ضحيتها طفلة وعدد من الأطراف، احنا فهمنا هنا ان الطفلة اصبح يعني قتلت على يد زوجها اللي هو حدث، مين بقى الأطراف التانية؟ يعني تفاصيل الموضوع ايه برضو عشان احنا مش فاهمين القصة؟ طيب احنا ما لدينا المعلومات الان، الواقعه كانت يعني قبل ما رصدناها ووصلت لنا كان بعد ظهر الخميس، وبالتالي النيابه كانت شغاله في التحقيقات ما علمناش بكل تفاصيل الواقعه. التفاصيل المتاحه معانا ان البنت متزوجت من هذا الطفل ابن قريتها منشاه الكردي مركز كفر الذات بالغربيه، والبنت كان عندها 13 سنه، كان على خلافات مستمره بسبب سوء معاملته ليها واساءته ليها هو واهليته، والاسرتها لما اتكلمت معاها زملائنا اعضاء اللجنه العامه لحمايه الطفوله والوحده الفرعيه لحمايه الطفوله في كفر الزيات، المعلومات اللي عندهم انه
اسره البنت بتقول للبنت من ساعه ما اتجوزت وهي دايما غضبانه وبتجيلهم تشتكي من سوء معامله الولد واهليته. ما هو هو طفل برضه، يعني عدم اكتمال يعني البناء النفسي والثبات الانفعالي، كل ده يعني مشكله للطرفين وبتوقعنا في مشاكل اكبر. لو 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 صدق المعلومات اللي عندنا انه طفل، فدي مشكله ان الاثنين اطفال وبغض النظر عن الاسباب دفعتهم للزواج او وصلوا لهذه الزيجه ازاي، احنا قدام شخص غير متحمل مسؤوليه، وبالتالي في اغلب الحالات شفناها، مش بتكلم عن حالات تحديدا كمان، انه الاسره بتبقى طرف، ان الاسره بتبقى جوزت الولد عشان هو عاوز كده او الظروف اضطرتهم يتجوزوه، لكن بعد شويه مش راضيين عن الزيجه، مش راضيين عن تعاملات الطفل، ونوصل لنفس النتيجه، ويظل هذا الامر ايضا مرهون بقصه زواج الاطفال اللي حتى الان معلقه، والمشرع المصري لم يتخذ فيها قانونا يمنع فيه زواج الاطفال. ما منع فيه هو توثيق الزواج، لذلك بتلجا الحيله الشهيره لكل القرى والارياف ان احنا نتزوج عرفيا ثم بعد كده يحصل التوثيق. شكرا لك استاذ صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل في المجلس القومي للطفوله والامومه.